بعد شد وجذب وعدة مطالبات من قبل الطلاب إلى وزارة التربية وبعد عام دراسي صعب مر على طلبة العراق، ها هم يؤدون امتحانهم الأول وسط حالة من الرضا على نوعية الأسئلة التي راعت الظروف التي تمر بها البلاد بحسب قولهم. طبعا اليوم قبل شوية خرجنا من امتحان اللغة العربية اللي صادف اليوم 1/9 بداية انطلاق الامتحانات السادسة إعدادي بمشاركة أكثر من 500,000 طالب، والأسئلة طبعا كانت متوقعة ومن ضمن المنهج أسئلة واضحة سهلة معانيها مبينة، ما كل وفات أو فتشي مواضح، والحمد لله شكر جاوبنا وإن شاء الله الباقي يم الله. إجراءات عدة اتخذتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة من خلال نشره عدة فرق داخل المراكز الامتحانية لضمان سلامة الجميع. يعني يعقمونا ويفحصونا بالمال هذا ما درجة الحرارة ويعني ومسوين تباعد اجتماعي، ويعني نشكرهم على كل جهودهم المبذولة. إذن أكثر من 48,000 طالب في عموم البلاد سيؤدون امتحانهم هذا العام بشكل مختلف في ظل جائحة كورونا. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.